هذا وأيضا خلال زيارته إلى بكين، أجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مقابلة خاصة مع مراسلنا، تحدث خلالها حول دور السعودية والصين كدولتين ناميتين في مجموعة العشرين. مع الوزير، بعد أيام ستعقد قمة مجموعة 20 في مدينة هانجو جنوبي الصين. نعلم أن الصين والسعودية دولتان ناميتان، فكيف ترى دور دول نامية داخل مجموعة 20، خصوصا السعودية والصين؟ المملكة العربية السعودية والصين ينظرون للأمور بشكل متقارب فيما يتعلق بمجموعة العشرين، الدول العشرين. نريد أن يكون هناك عدل فيما يتعلق بفتح الأسواق، فيما يتعلق بالأمور المناخية، فيما يتعلق بالتنافسية. نريد أن يكون هناك فرصة للدول النامية أن تستطيع أن تحقق تقدم وأن لا يكون هناك عقبات أمامها. فالمملكة العربية السعودية والصين لديها مسؤولية أن تراعي أوضاع الدول النامية، لأن المملكة العربية السعودية والصين كما ذكرت تعتبر دول نامية بالرغم من أهميتها وبالرغم من كبر حجم اقتصادها.